بنجيب الحلاوه في البيت بتاعت العبد دي وبنقعد كلنا ناكل يعني قدام التلفزيون طبيعي يعني. هو بالنسبه لي انا بحبه عشان هو بيكون يوم اجازه وبستنى طبعا صحابي يجيبوا لي حلاوه المولد، بس الحقيقه من ساعه ما غليت وهو ما حدش بقى بيجيب لي حاجه بنتخ بس في البيت. بنجيب حلويات مولد النبي ونقسمها علينا عشان احنا بنتخانق في البيت عليهم، فكل واحده بتجيب شنطه ونقسم، مامتي بتقعد تقسم لنا الحلويات. وبنعمل حمام في اليوم ده، هو لازم اليوم ده ناكل فيه حمام. طبعا لازم نجيب حلاوه مولد كتير جدا وبقعد اكل فيها لغايه ما طبعا بدخن كل حاجه، وطبعا هو يوم اجازه فبنبقى كلنا قاعدين في البيت مع بعض وبيبقى يوم حلو يعني. شايفه ايه اغرب حاجه المصريين بتعملها في اليوم ده؟ اغرب حاجه الموالد بقى اللي بتحصل في الصعيد بالزياده والزار والحاجات اللي بيعملوها دي، يعني دي حاجات غريبه شويه. اغرب حاجه ان هم بيشوفوا ان اي واحده حاطه ميك اب كتير انها دي هي دي عروسه المولد. هم بيقعدوا ياكلوا حلويات، هو قالك في الحلويات بس بالمولد عشان انا مش فاهمه بصراحه يعني. نصل لنا بأي حاجة. ممكن المصريين كعامة في مناطق معينة يعني بقى بيقعدوا بقى يعملوا بقى المولد وعرايس ومش عارفة علاقة الحصان بأن ده مولد النبي، يعني الحصان بتاع الولاد والعروسة بتاعت البنات. فيعني الموضوع غريب شوية. هي حلاوة المولد ان هما عروسة وحصان حلاوة ويقعدوا يخبوا حلاوة المولد من الأطفال علشان ما يتخنوش.